بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا نزال في قرية العجائب ندخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فإذا هو على فراش الموت قد نزل ملك الموت من السماء بعد العصر من يوم الاثنين فإذا هو لا يزال يقبض روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام دائما الإنسان أيها الإخوة والأخوات إذا كان في سكرات الموت يتكلم بأهم شيء عنده في الحياة إن كان عنده ولد مريض بدأ يوصي إخوانه به يقول انتبهوا لأخيكم المريض إن كان عنده ولد معوق بدأ يوصي إخوانه به إن كان عنده أم عجوز بدأ يوصي أولاده بها أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عند الموت كان يخشى على عقيدة أمته من الفساد فكان صلى الله عليه وسلم يردد ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى ما بالهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحضر صلى الله عليه وسلم مما صنعوا وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري مسجدا لا تتخذوا قبري مسجدا ونهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك الذين من قبلكم بهذا يعني قوم نوح لما كانوا يعظمون الرجال ويعظمون الأشخاص ويعظمون الصالحين فيبنون عليهم مساجد ثم يبدأون بدل ما يدعون الله تعالى يدعون هؤلاء بعض الناس الآن يأتي إلى قبر الولي فلان ويقول يا ولي الله اشفع لي عند الله يا ولي الله اشفي ولدي المريض يا ولي ثم يبدأ يذبح عنده ويعظمه وقد يسكب عليه الطيب وغير ذلك هذا كله أيها الأحبة الكرام من المحرمات بل هو من صور الشرك بل إنك لو تأملت معي في الحقيقة لوجدت أن الله عز وجل قد كتب الضلال على أمثال هؤلاء بسبب فعلهم فقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين بعض الناس اليوم تأتي إليه تقول يا فلان لماذا تأتي إلى قبر الشيخ فلان وتدعوه من دون الله يقول يا أخي أنا ما أدعو القبر أنا أدعو الله سبحانه وتعالى لكن هذا الشيخ واسطة بيني وبين الله هذا الشيخ له جاه عند الله هذا له منصب عند الله هذا كان يبكي في الأسحار ويصوم النهار ويتعبد هذا له جاه عند الله أنا ما أقول يا شيخ اغفر لي ولا أقول يا شيخ اشفي مريضي أنا آتي عند القبر أقول يا شيخ اشفع لي عند الله أن يشفي مريضي اشفع لي عند الله أن يرزقني اشفع لي عند الله أن يرزقني وظيفة إلى غير ذلك هذا الذي يقوله صاحبنا هي الحجة نفسها التي كانت تفعلها قريش بالله عليكم يا إخواني الآن قريش لما كانت تعبد اللات والعزة هل كانت تعتقد أن اللات والعزة إله خلق السماوات والأرض لا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله هذا كلام الله في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ليقولون الله من يحيي الأرض بعد موتها ليقولون الله هذا كلام أبي جهل وأبي لهب وكلام الكفار جميعا إذا سألت من خلق السماوات والأرض من فعل من الذي يتحكم بالكون يقول لك الله طيب ماذا منك تعتقد أنها الله لماذا تعبد اللات والعزى قالوا لا نحن نعبد اللات والعزى لأنها صور لأشخاص صالحين لهم جاه عند الله طيب ما هو اللات اللات هذا كان رجلا صالحا كان يجلس في الحرم ويلت السويق للحجاج يأخذ خبز وتمر ويبدأ يعجن الخبز بالتمر ويعطي الحجاج صدقة سنة سنتان ثلاث سنوات 40 سنة وهو على هذه العبادة فلما مات من شدة فرحتهم به وشدة احترامهم له وأنه صاحب جاه عند الله تعالى صنعوا له صنما بصورته وأصبحوا إذا نزلت بهم حاجة يأتون إليه يقولون يا لات يا رجل يا من كنت عابدا اشفع لنا عند الله أن يسقينا فإننا نحتاج إلى مطر اشفع لنا عند الله أن يشفي ولدنا المريض فإنه قد مرض اشفع لنا عند الله أن يرزقنا فإنه قد انقطع الرزق أو أجدبت الأرض إلى غير ذلك تعال الآن إلى أصحابنا الذين يعبدون القبور
يطوفون عليها يتقربون إلى أهلها. قل لي يا فلان لماذا أن تتقرب إلى القبر؟ قال هذا صاحب جاه عند الله. إيش الفرق بينه وبين الأول؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن أولئك في عبادتهم أعني أبا لهب وأبا جهل، يقول الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون ما نعبدهم، نحن ما نعبد اللات والعزى ومنات، لا ما نعبدهم إلا لسبب واحد، ما هو؟ إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتوسطون لنا عند الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعبد غير الله، وبين أن عبادة غير الله عز وجل هي شرك، وقال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز أن تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا متعبدا ولا رجلا صالحا ولا أي أحد من الناس، لا يجوز أن يعبد إلا الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. يا أخي الكريم، إذا وقعت في كربة لا تذهب إلى قبر، ارفع يديك، اللهم فك عني كربتي، مرض ولدك. يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين، ويقول عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يا أخي بدل ما تدعو السيد فلان، السيد البدوي، السيدة زينب، عبد القادر الجيلاني، نعم قد يكونون عبادا صالحين، أسأل الله أن يغفر لهم ويتجاوز عنهم، يجمعنا به في جنة، أنا ما ترقصهم، لكني أقول مع أنه رجل صالح إلا أنه لا يجوز أبدا أن تدعوهم من دون الله. الصحابة في عهد عمر بن الخطاب لما أجدبت الأرض وانقطع القطر من السماء ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله اشفع لنا عند الله أن يسقينا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مات، خلاص مات، فذهبوا إلى المسجد، إلى المصلى في الصحراء وصلوا، ثم رفعوا أيديهم اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وقال عمر يا عباس أنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، قم واشفع لنا عند الله، ادعو الله تعالى. فقام العباس يعني يستشفع بدعائه، قام العباس قال اللهم اسقنا، ويدعون الله تعالى حتى نزل عليهم المطر. طيب لماذا ما ذهب عمر ولا ذهب العباس ولا ذهب عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر أو بن مسعود؟ لماذا ما ذهب هؤلاء الصالحون أقرب يا أخي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك قبر أشرف منه؟ لماذا ما ذهبوا وقالوا يا رسول الله نحن أصحابك، جعنا وعطشنا، اشفع لنا عند الله؟ لأنهم يعلمون أن دعاء الأموات حرام حتى لو كان نبيا، نعم حتى لو كان نبيا. هذا ما يعني يا إخواني وأخواتي أننا نبغض الصالحين أو أننا نبغض النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله، بل والله إننا نحب الصالحين وندعو الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنته، لكن ما يعني أننا إذا أحببناهم أننا نبدأ نصرف لهم أنواع عبودية، لا. الدعاء لله، الاستغاثة بالله، الذبح لله، الطواف على ما أمر الله بالطواف به الكعبة. أما هؤلاء الصالحين فحقهم علينا أن ندعو الله تعالى لهم، أن نستغفر لهم، أن نكرمهم، أن نبجي لهم، أن نقبل رأسهم إذا رأيناهم، أن نسألهم مثلا عن مسائل الدين إذا كانوا علماء، هذا حقهم علينا. أما أن نبدأ ندعوهم من دون الله فهذا من الشرك، وينبغي للإخوة والأخوات التنبه لمثل هذا. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله تعالى أيضا أن يصفي عقيدتنا له وحده لا شريك له، وأن يعيدنا من الشرك وأهله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.